للحديث عن أداء الأسواق تنضم إلينا السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة كيو تي. أهلا بك سيدة لوني. أهلا بك. بداية، ارتفاع بالمخزونات الأمريكية مفاجئ بطبيعة الحال، وكذلك عودة للحديث عن جائحة كورونا، برأيك كيف سيؤثر ذلك على الأسعار؟ هل هناك قاع معين ستسجله الأسعار؟ نعم، أسعار النفط بشكل عام سجلت تراجعات بعد الارتفاعات التي شهدناها، الارتفاعات المتصاعدة لأسعار النفط بسبب أزمة اختناق سلاسل التوريد. هذه التراجعات هي التي نشاهدها تعتبر تصحيحية، يعني قبل تسليم العقود المستقبلية الحالية، فبالتالي يعني هذا التصحيح بعد موجات مرتفعة شهدناها على أسعار النفط. مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع تقريبا إلى 4.2 مليون برميل يوميا ضغطت بالفعل على أسعار النفط، وخاصة أنه عم نشوف عم يزداد طلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن عدة بلدان أخرى على النفط، وهناك تحول بالفعل من خلال أزمة الطاقة من التحول من الغاز والفحم إلى الطلب على النفط، وتتوقع أيضا أوبك بأن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ما قبل مستويات جائحة الكورونا 100.8 مليون برميل يوميا في عام 2022. نعم. هذه التصحيحات أتوقعها فقط على المدى القصير، بما أن أزمة اختناق سلاسل التوريد ما زالت موجودة، وهذه الأزمة تحتاج بالفعل إلى حل، وإلا أن سوف نشاهد ارتفاعات في أسعار النفط، وأتوقع أن توصل أسعار النفط إلى مستويات 85 دولار. نعم. وربما كما نعم. يتوقع جولدمان ساكس. نعم. وغيره من البنوك المركزية الكبرى بأن يصل إلى مستويات 90 و 100 دولار للبرميل. نعم. جائحة كورونا ربما ارتفاعات، لكن ليست بالارتفاعات التي شهدناها بقبل. نعم. قد تحد من ارتفاعات في العديد من الدول. سيدة لينا، أنتقل للحديث عن على مستوى منطقة اليورو تحديدا، تضخم بحوالي 3.14% فوق مستوى المستهدف 2%. في ذات الوقت المركز الأوروبي سيبقي، أو هناك توقعات بأن يبقي على أسعار الفائدة عند مستواها، كيف يمكن قراءة ذلك باختصار سيدة لينا لو سمحتي؟ بالفعل نحن نترقب البنك المركزي الأوروبي، وأي لهجة سوف يتحدث عنها حول التضخم، وخاصة أنه في ارتفاعات في التضخم، وهذه الارتفاعات سببها ارتفاع في أسعار الطاقة. المتوقع بأن يبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، في ظل أنه البنك المركزي الأوروبي كغيره مثل البنك الياباني المركزي وأيضا البنك السويسري تحتاج منطقة اليورو إلى المزيد من السياسات التحفيزية، يتطلعون إلى السياسات التحفيزية لمنطقة اليورو أكثر من الاهتمام في موضوع التضخم. نعم. لكن سوف نراقب، هل ستتحدث كريستين لاغارد عن هذا التضخم المرتفع الذي تعتبره أنه ناتج عن أسباب تعتبر مؤقتة، هذا الارتفاع التضخم، أو سيصبح التضخم هيكلي؟ فأي استمرار لسياسة التحفيز هو يعتبر ضغط لعملة اليورو، وأي تجديد للسياسة النقدية سوف نشاهد ارتفاع لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. إذن السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة كيو تي، كنت معنا، شكرا لك.